السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، مساءكم سعادة وهنا ويا رب دايما دايما متجمعين على خير. النهاردة حلقتنا عن حلاوة المولد لسه مكملين فيها، بس النهاردة الحلقة مختلفة. كلنا عندنا مشكلتين مع حلاوة المولد. المشكلة الأولى الأسعار اللي موجودة في السوق وقد ايه هي مرتفعة بشكل فظيع، عشان كده كلنا في القناة قدمنا لكم طول الأسبوع ولسه مكملين تشكيلة كبيرة جدا من حلويات المولد تعمليها بإيديكي في البيت بكل سهولة وبنتيجة مضمونة، وكمان أسعار معقولة جدا جدا، فرق كبير جدا لو حسبنا اللي احنا عملناه في البيت بما يقابله في المحلات اللي بره. يبقى احنا كده حلينا اول مشكلة. اما المشكلة التانية اللي معانا ان حلاوة المولد عامة عدد سعراتها عالية جدا، السكريات فيها نسبة سكريات عالية جدا جدا، يعني الناس اللي عندها مشاكل صحية والكلام ده كله بتبقى بالنسبة لهم عائق كبير جدا انهم يتناولوا، عايزين ياكلوا منها ومش عارفين ياكلوا منها. فعلشان كده النهاردة هنحل المشكلة دي مع بعض، ومعانا شيف هيجي يقدم لنا ثلاث أنواع مختلفة من حلاوة المولد بطريقة وبتقديم مختلف. عندنا النهاردة الشيف محمد موسى هيقدم لنا ثلاث أنواع زي ما قلنا من حلويات المولد بطريقة صحية أكتر، إن شاء الله تناسب كتير مننا عشان نقدر ناكل منها، وبرضو ناكل منها جزء صغير خالص علشان ما تتعبناش. إيه رأيكو هنطلع بقى فصل صغير خالص نرجع ومعانا الشيف شيف محمد موسى، اوعى تروح في اي حته مستنياكم. السلام عليكم ورجعنا لكم تاني. انا ببدا الحلقه من اول وجديد. ورجعنا لكم تاني ومعانا شيف محمد موسى، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف؟ الله يخليك. ايه الاخبار؟ والله في نعمه، كله تمام الحمد لله بخير. منورنا النهارده، ربنا يخلي حضرتك. عايزين بقى نشوف الاصناف اللي هتقدمها لنا النهارده وجمالها، بس قبل ما نبدا بقى ونشوف هنعمل ايه اول حاجه مع بعض، تعالوا نفتكر الارقام اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها. عندنا تليفون الارضي 0900 9710، اما الموبايل 1710 وفي انتظار مكالماتكم. يلا يا شيف عرفنا بقى وقول لنا هنعمل ايه اول وصفه معانا. هو اول وصفه ان شاء الله النهارده هتبقى المشكله دايت. المشكله نقول مش هنقول دايت، هنقول صحيه، هنقول لان صحية. المكونات اللي قدامنا دي يعني برده مش اللي هي تمام. خلاص نبدا بقى كده ونقول هنعمل ايه. نقول مقاديرنا الاول 200 جرام عسل ابيض، 50 جرام عسل جلوكوز، 100 جرام ميه، تمام، 200 جرام جوز هند، 50 جرام قراصيا، 50 جرام تين مجفف، 50 جرام مشمش مجفف. تمام، يبقى احنا النهارده عندنا فواكه مجففه مشكله، عندنا القراصيا، التين، المشمش، من كل حاجه 50 جرام، وعندنا كمان جوز الهند اللي هي الدفر اللي هي بالشكل دي، وعندنا العسل الابيض، وهنا ده بديل السكر. السكر تمام، عشان كده هي يعني نقول ايه صحيه اكتر. طيب نبدا بقى ونعمل ايه؟ نبتدي نحط العسل على النار. تمام، احطهولك انا بقى، وعسل الجلوكوز والميه مش كده؟ على بال ما انت تقطع لنا بقى ايه؟ الفاكهه. يبقى هناخد العسل الابيض ونحطه على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، حطينا مقدار العسل الابيض، هنحط كمان عسل الجلوكوز. حاول بقى ننزل المقدار كله. عندنا 100 جرام من الميه، والكلام ده بقى اكيد هنسيبه على النار بقى علشان ايه؟ يغلي بس. بالظبط كده، ويتكثف كده. تمام، زي ما احنا عارفين ان حلاوه المولد في اغلب الحلويات بيبقى داخل فيها السكر او عسل الجلوكوز، ينفع في اصناف ان احنا نشيله من الوصفه؟
في اصناف تنفع وفي اصناف ما تنفعش. طب ايه الاصناف اللي انا اقدر اشيل منها عسل الجلوكوز وما ياثرش معايا على الوصفه بتاعتي وتطلع معايا 10 على 10؟ ممكن زي اللذيذه والحمام. اللذيذه والحمام نشيل منهم عسل الجلوكوز؟ نشيل منهم عسل الجلوكوز والله. والله مع ان انا بحس ان هو اللي بيدي لهم نقول ايه غليان الميه مع السكر هو اللي بيخليها تمسك نفسها. ممكن نشيل عسل الجلوكوز، ممكن تبدلي بعسل نحل. تمام. هو يفضل بقى ان احنا نبدله بعسل نحل. افضل افضل. تمام. طب اما العلف اللي هو مثلا السمسميه بقى والحمصيه، لا ده لازم فيهم العسل الجلوكوز. لازم ده لازم فيهم العسل الجلوكوز. تمام، ما يتبدلش. زي ما انتم شايفين كده يا شيف محمد، انت بتقطع لنا بقى الفاكهه. ممكن نضيف زبيب كمان؟ ممكن تضيف زبيب. ايه تاني ممكن نحطه في الوصفه دي؟ ممكن نسبه مكسرات قليله، ممكن نحط مكسرات معاهم. لطيفه جدا. طبعا كلنا عارفين فوائد الفواكه المجففه وقد ايه هي فعلا فيها الياف ومفيده جدا، فيها نسبه بروتين وفيتامينز كتير، فحلوه قوي. تمام. السنه دي اسعار الحلاوه عاليه جدا. مش عاليه قوي يعني، بيبتدي من 40 جنيه للكيلو. للكيلو. طيب في بقى جاب كبير قوي ما بين اللي احنا بنعملها في البيت وسعرها ما بين اللي احنا بنشتريها من بره، صح ولا لا؟ صح طبعا. عشان كده احنا السنه دي قدمنا لكم يعني نقول ايه كميه اصناف رهيبه من حلاوه المولد علشان تعملوها في البيت، وما شاء الله بجد الحمد لله كل اللي بيعمل الاصناف ورانا الحمد لله الحاجه طالعه 10 على 10. ما بقتش في حاجه صعبه، وما بقاش في حاجه، ما بقاش في اسرار، مش كده يا شيف؟ صح. ما بقاش في، خلاص الدنيا كلها مفتوحه والاسرار كلها متاحه. كده احنا عملنا ايه؟ كده قطعنا الفاكهه. تمام. اجيب بوله اكبر ولا دي هتكفي؟ لا لو بول اكبر يبقى افضل. تمام اتفضل. طب ازاي اعرف جوزة الهند دي طازه؟ يعني انا رايحه اشتري من عطار، من محل مستلزمات حلواني، اعرف منين جوزة الهند نوعيتها كويسه؟ من لونها. من ملمسها. من ريحتها. لو ريحتها جوز هند كده، في جوز هند ما يبانلوش ريحه خالص. في جوز هند من على بعد الشم ريحتها تحس انها طبيعيه. من اللون، اللون لازم يكون بتاعها ابيض قوي. تبان ان هي فريش. انما المسفره دي قديمه متخزنه. والمتخزنه دي ساعات بتبقى نقول عليها ايه، اللي هي طعم كده وفي ريحه مكمكمة. زي ما بنقول او ان، فبتبقى طعمها بتغير الوصفه تماما، بتخلي طعم الحاجه اللي احنا حاطينها فيها مش حلو خالص. فعلشان كده بدايه انتقاء الحاجه اللي احنا بنشتريها وان احنا نقيها ونجيب حاجه محترمه وحاجه كويسه تفرق كتير جدا في الوصفه. ده في كل حاجه، ده في كل، حتى في الاكل، في الطبيخ اللي احنا بنعمله، في الوصفات العاديه جدا برضو الحاجه اللي انت بتستخدمها تستخدميها في الطبق بتاعك النتيجه النهائيه بتبقى عليها عامل كبير جدا. بالظبط. هنعمل ايه دلوقتي؟ جوز هند. تمام. نحط الفاكهه بتاعتنا. انا عايزاك تيجي بقى تشوف العسل بتاعنا ايه الاخبار، وفي انهي مرحله بالظبط هنبتدي نشيله من على النار، ولازم نبقى عارفين امتى كده يبقى الدنيا تمام، امتى اشيله من على النار وابتدي اضيفه للمكونات اللي عندي. اول ما تحس انه تقل شويه كده يبقى شيليه من على النار على طول وتحطيه على. طيب لو هنقول درجه حراره، يبقى درجه حراره كام لو انا عندي ترمومتر في البيت؟ يبقى ممكن علامتين. 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 طيب لو انا ما عنديش الترمومتر ده وعايزه اشوف الدنيا وانا ما اعرفش هو تقل ولا ما تقلش، في ناس كتيره تبقى الاول مره في حياتها تعمل الكلام ده، عايزاهم لما ينفذوا الوصفه تطلع معاهم 10 على 10. بص حضرتك بتفضلي تقلبي كده، واول ما تلاقيه تحسي انه تقل كده من ان هو كده يبقى هو كده. طب مفيش اختبار مثلا في الميه اشوف ان الدنيا تمام؟ طب احنا هنا محتاجين في الوصفه دي محتاجين العسل يجمد عليها ولا تبقى طريه زي اللذيذه؟ لا طريه هشه كده. تبقى طريه هشه كده بتبقى معاك افضل يعني. زي اللذيذه. زي اللذيذه بالظبط. تمام. يبقى محتاجين هنا ان العسل اللي احنا بنعمله يكون طري. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اخد منه جزء صغير كده
واحطه معايا في شويه ميه بارده، ولو لقيته اتكتل وعمل كوره كده ملمومه على بعضها بس طريه يبقى كده الدنيا تمام. هاخده واروح حطاه على المكونات اللي عندنا اللي هي كانت جوز الهند وفواكه مجففه متقطعه صغير، وزي ما قال لنا الشيف ان احنا نقدر نحط شويه مكسرات مجروشه وكمان ممكن زبيب برده، ما هو من ضمن الفواكه. ظهرت في الفترة الأخيرة في فواكه كتير جدا عندنا، أناناس ومانجا وكيوي وتوت وحرنكش وفي حاجات كتيرة ظهرت، فليكم مطلق الحرية بقى في إضافة أي نوع من أنواع الفواكه المجففة. طبعا كلها ليها فوائد كبيرة جدا، فاحنا ممكن برضو نشكل كده وفي مانجا مجففة وفي يعني هانا بصراحة. مش هي حضرتك كده؟ كده تمام؟ زي الفل. طب تفضل. طب يا شيف احنا ما حطيناش سكر تمام، ومقللين في كميه العسل الجلوكوز، هل ده هيديني نتيجه كويسه ولا الطعم هيبقى مختلف عن الحلاوه اللي احنا معتادين عليها؟ لا هو هيبقى هو الطعم. والله هيبقى هو الطعم. انا شم الريحه حلوه جدا، ريحه العسل الابيض جميله جدا بصراحه، وطبعا فايده كبيره جدا جدا وصحيه اكيد اكتر. كده احنا خلطنا المكونات مع بعض حلو قوي. ومعانا مي. الو ايوه مساء الخير. الو ايوه يا مي ازيك؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ كويس كله تمام؟ اتفضلي يا روحي. كويس يا رب دايما. بسأل عن الكريب. الكريب حاضر عينيا. نورتيني يا مي. احنا كده تمام والريحه فظيعه بجد، ريحه جوز الهند مع العسل الابيض والفواكه ريحتها حلوه قوي. كده هنبتدي نحطها في حاجه اللي هي مثلا عشان ايه تسيبيها لحد ما تبرد عشان تمسك نفسها عشان تشكلها زي ما انت عايزه. حلو قوي. الحاجه دي ممكن تكون معانا ايه، صاج مثلا؟ ممكن هنا وريني. حلو قوي كده تقديم مختلف. طب الحاجات دي هندهنها زيت عشان تطلع معانا بسهوله ولا عشان سيليكون فهنفضيها؟ السيليكون ده هيتفضى بسرعه. اما لو مش سيليكون ومثلا ما عندكيش القوالب دي فهيبقى عندنا صينيه مثلا الومنيوم هندهنها زيت كويس جدا ونبتدي نفرد فيها الخليط اللي احنا عملناه علشان نعرف نبرده وبعد كده نقدمه بكل سهوله. هايل. نكبس كده شويه. ده متهيألي دي هتبقى لطيفه جدا، الولاد هينبسطوا منها جدا. تمام. يبقى الشيف بعد ما شكل او بعد ما جمع المكونات كلها بالسيرب اللي اتعمل على النار اللي كان مكوناته عسل ابيض عسل جلوكوز و100 جرام من الميه، وبعد ما الخليط تقل على النار وخد قوام تقيل بدانا ان احنا نضيفه على جوز الهند اللي هي مبشوره شرايح مع الفواكه المجففه اللي متقطعه صغير، وبدانا بعد كده ان احنا نشكل. وزي ما قلنا التشكيل ليكي فيه مطلق الحريه، لو عندك حاجات قوالب سيليكون زي كده هتبقى لطيفه جدا، اما لو مفيش يبقى عندنا ايه، عندنا صاج او صينيه مدهونه بالزيت هنفضي فيها الخليط، وبمعلقه او سباتولا مدهونه بالزيت هنبتدي ان احنا نفرد ونبطط بيها، او بايدينا لو احنا لابسين جلافز ولا حاجه هنبل ايدينا بسيط من الزيت ونبطط كويس جدا بسمك متساوي ونسيبها تبرد. تقعد قد ايه تبرد بقى عشان الدنيا تبقى تمام وابتدي اقطعها؟ لمده ربع ساعه. ربع ساعه بس واكون جمدت؟ سرعه يعني. بصي في نص ساعه احنا ما كملناش 10 دقائق اصلا، ربع ساعه وهكوني مخلصه المشكله. ومعانا روان. الو يا روان. ايوه يا مساء الفل. مساء النور. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله كويس. الحمد لله. بحب حضرتك قوي. ميرسي يا روح قلبي، كلك ذوق والله. تسلمي لي. كنت عايزه اعمل اهداء لبابا عشان عيد ميلاده، اقول له كل سنه وحضرتك طيب. وهو طيب يا روح قلبي. اتفضلي يا روحي. اتفضلي يا روحي قولي اللي انت عايزاه.
اقول له كل سنه وهو طيب وربنا يخليه لنا يا رب ويحميناش منه ابدا. اللهم امين يا حبيبه قلبي. ميرسي يا روان نورتيني، ربنا يبارك لك في باباك يا روح قلبي ويديله الصحه والعمر الطويل ان شاء الله، نورتينا ومنورنا الشيف محمد موسى وعمل لنا المشكله، والمشكله يعني هي فعلا مشكله، مكسرات ممكن تحطي، فواكه مجففه زي ما انت عايزه تحطي حطي مع جوز الهند. وكده احنا خلصنا يعتبر كده اول وصفه معانا زي الفل، عملنا وصفه من وصفات حلاوه المولد بطريقه صحيه اكتر وطعم وريحه بجد انا ريحه فظيعه جدا. يلا بينا بقى نطلع فاصل صغير خالص نرجع على طول، اوعى تروح في اي حته مستنياك. رجعنا لكم تاني ومعانا الشيف محمد موسى، عمل لنا مع بعض المشكلة، خلصناها وشكلناها وحطيناها في القوالب، ممكن نحطها في قوالب زي ما قلنا اي حاجة عندك، صواني كبيرة وتفرديها وبعدين تقطعي بعد كده بالسكينة زي ما انت عايزة. تمام، نركن بقى دول ونشوف مع بعض ايه الوصفة التانية اللي هنعملها. وصفتنا التانية هتكون ايه؟ هتبقى ان شاء الله المكسرات بزر الكتان بشوفان. يعني كده ايه واخدين الموضوع برضو، عسل الدنيا كلها هنا بقى ايه، ما فيهاش حتى عسل جلوكوز، لا هو كله عسل نحل. تمام زي الفل. طب قول لنا بقى المقادير. المقادير هنحط 250 جرام عسل ابيض، 50 جرام ميه، 25 بذر كتان، 25 شوفان، 25 بندق، 25 لوز، 25 كاجو، 25 جرام عين جمل مكسر. حلو قوي الكلام ده. طيب انا لو ما عنديش بقى كاجو وعين جمل ولوز وبندق والحاجات الجميله دي، ممكن مش قادره اوفرها وانا عايزه اعمل حاجه برضو اقتصاديه والى حد ما صحيه، البدايل بقى ممكن حضرتك تحطي حمص، حلو، فول سوداني، سمسم، يبقى كوكتيل بقى، كوكتيل مع بعضه. حلو قوي الكلام ده. يبقى لو ما عندناش المكسرات دي نقدر نستبدلها بسوداني، حمص، سمسم، زي ما احنا عايزين وبنحب. طيب انا هحضر لك حاجه بقى نحطها على النار علشان نعمل العسل. تمام، هنحط العسل على النار. طب اتفضل يا شيف. وهنحتاج قد ايه ميه؟ 50 جرام ميه. 50 جرام، تمام. طيب المفروض ان الوصفه الاساسيه اكيد فيها مكونات تانية غير العسل، صح؟ صح. كان ايه بقى اللي موجود واحنا شلناه؟ كان العسل الجلوكوز، بديل بقى العسل، والسكر. يعني كان طب المقدار كان قد ايه بقى؟ لا يعني لو انا عايزه بقى نعمل بقى مع مش عندي عسل ابيض برضو، مش حابه ان انا اعمل بالعسل الابيض، مش حابه. بصي حضرتك هتحطي نص كيلو سكر، عليه نص كيلو ميه، عليه ربع كيلو عسل جلوكوز. تمام، نص كيلو سكر، نص كيلو ميه، نص لتر ميه يعني، وقد ايه عسل جلوكوز؟ 250 جرام، يعني ربع كيلو عسل جلوكوز. برضه هنحطهم على النار، بس دي كميه كبيره بقى، دي كميه تعمل كميه بقى كمية كبيره. الكيلو السيرب بيعمل عليه، حط على حضرتك عليه كيلو مكسرات. اوكي تمام، يعني كيلو السيرب اللي احنا بنعمله بيتحط عليه كيلو مكسرات. طبعا احنا مش هنعمل الكلام ده في البيت، يبقى نكتفي بربع كيلو من ده وربع كيلو من ده. دايما كمان لو انت اول مره تعملي حاجه في البيت او حلويات في البيت، حاولي المقدار اللي انت بتاخديه نصصيه، يعني اعملي نصه بس بحيث انك انت تجربي، لو ظبطت الدنيا معاكي كملي واعملي تاني. وعلى فكره كل ما الحاجه اتعملت بكميات قليله واتاكلت، ده افضل ما نعمل كميات كبيره وتفضل عندنا، كمان علشان ما يبقاش عندنا مساحه ان احنا ناكل فيها كتير، فنعمل كميات قليله من كل حاجه احنا بنحبها وبس، فده هيبقى يدينا نتيجه لطيفه ومرضيه. كده احنا حاطين العسل على النار ومعاه 50 جرام من الميه علشان يبتدي يعمل معانا السيرب التقيل اللي هنلم بيه المكونات اللي عندنا.
طيب احنا بقى هنعمل ايه في المكسرات دي؟ هنشتغل بيها هي وهي كده ولا نعمل فيها لا ايه؟ لا هنحطها في صاج ونحطها في الفرن. نحطها في صاج ونحطها في الفرن، ده عشان نحمصها ولا عشان نسخنها بس؟ لا عشان نسخنها. يعني هي بس لازم تكون هي متحمصه ولا انا؟ هي لازم تكون محمصه في الاول خالص. تمام، يبقى مكسراتنا بنشتريها متحمصه، بس علشان نحطها على السيرب بتاعنا لازم تكون هي كمان سخنه، وعلشان نسخنها هنحطها، نجيب صاج بقى ونحط في الفرن علشان يسخن. طيب ليه بقى احنا عايزين نسخنها ليه؟ حضرتك لما الشربات بيبقى سخن بينزل عليها حاجه ساقعه بيخليه يمسك يمسك، وبالتالي ما نعرفش ان احنا نقلب المكونات بتاعتنا كويس في السيرب. فاي حاجه انت بتعمليها فيها مكسرات زي ما قلنا قبل كده، السمسميه والحمصيه والفوليه الفستقيه، اي حاجه بنعملها لازم تتحمص في الفرن، مش تتحمص، هي اوريدي متحمصه بس لازم نسخنها في الفرن علشان لما نيجي نحطها على السيرب ما يبقاش ينزل هو ساقع، المكسرات ساقعه على السيرب سخن، فتلاقيه مسك كده ومش عارفه انك انت تجمعي المكونات مع بعض وتقلبيها بشكل مظبوط. فلازم ندخل الفرن ونسخن شويه، وعلشان ما تتحرقش معانا الفرن درجه حرارته هاديه جدا، يعني على درجه حراره مثلا 100، هندخل الفرن على الرف الوسطاني يا دوبك يعني دقيقتين ثلاثه علشان نطلع بس الرطوبه، الحاجه تبقى طعمها فريش وحلو وكمان تسخن معانا ونقدر نقلبها مع السيرب بكل سهوله. عينينا عليها عشان ما ننساهاش. الشوفان بقى احنا عندنا الشوفان وعندنا ايه؟ بذر الكتان. بذر الكتان، الاثنين دول محتاجين برضو ان هم يدخلوا فرن ولا حاجه؟ لا لا مش محتاجين. مش محتاجين. خلاص تمام، يبقى احنا بندخل بس المكسرات والشوفان معانا سليم مش مطحون. تمام. ومعانا فاطمه. الو 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 الو، يا مساء الفل، ازيك يا بطوط؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الو، ميرسي يا بطة، حاولي اتصلي بينا تاني. تمام يا شيف. طيب احنا لو احنا زي ما عملنا كده حطينا بدل السكر وعسل الجلوكوز عسل نحل، هل كده السعرات الحرارية بتقل؟ ولا مجرد بس ان احنا فايده اكتر؟ لا هي فايده اكتر. فايده اكتر. السعرات الحراريه هي ده عسل ومكسرات وهو بس احنا بناخد فايده اكتر واضرار اقل. تمام، لان طبعا كلنا عارفين ان السكر والعسل الجلوكوز من الحاجات اللي يعني نسبه السكريات بتاعتهم عاليه قوي وفيهم اضرار كتير، فلما نستبدلهم بالعسل الابيض اكيد في فايده كبيره، بس برضو مع عدم الاكثار في التناول اي حاجه سواء حتى معموله بعسل ابيض برضو جزء صغير يكفي جدا. نقول بقى شويه نصايح كده بقى ايه عن حلاوه المولد عامه. طبعا احنا كلنا في الفترة دي كلنا بنبقى عندنا نهم ان احنا ناكل من حلاوة المولد، لان بصراحة بتبقى مغرية جدا. ففي شوية حاجات كده نعملها علشان نتلاشى الاضرار بتاعة الاكل حلاوة المولد، وهي ايه؟ طبعا بعد ما ناكل حلاوة المولد لازم نغسل سناننا كويس جدا، علشان السكر والكراميل اللي بيتحطوا في المكونات بيلزق في الاسنان، ولو احنا سبناه واكلنا ونمنا او اكلنا وما غسلناش سناننا فترة، فده طبعا بيساعد ان يحصل بقى تسوس وحاجات مش لطيفة في سناننا، وخصوصا الاطفال ننبه عليهم في الموضوع ده كويس جدا، بعد ما ناكل لازم على طول نغسل اسناننا. طيب عشان برضو نتلاشى موضوع بقى السعرات الحراريه الكتيره اللي دخلت جسمنا اثناء او من بعد ما اكلنا حلاوه المولد، فيفضل ان احنا نتمشى كده على الاقل نص ساعه، بحيث ان احنا نحرق السعرات الحراريه اللي دخلت لنا من خلال حلاوه المولد. شرب الميه الكتير، شرب الميه الكتير حلو جدا، بيساعد كمان على تنظيم الهضم وكمان على حرق الدهون. طبعا الميه كتير بتحرق كتير معانا، فيفضل ان احنا برضو بعد اكل الحلاوه ان احنا نشرب ميه كتير جدا على قد ما نقدر.
في حاجه برضو الاطفال ما يفضلش ليهم ان هم يتناولوا حلاوه المولد بكثره، لانها بتسد الشهيه عن الاكل بقى المفيد ليهم، المفيد لبناء بقى الجسم والعضلات والكلام ده كله. انا عايزه ابص كده على اللي في الفرن عشان ما ننساش. تمام شغال. اهم حاجه عندنا الفرن على درجه حراره 100. نعم يا استاذ حمدي. تمام. احنا زي ما بنقول الحاجه في الفرن طالما لسه ما سخنتش هنسيبها شويه كمان، احنا مهديين النار خالص. تمام. حاجه كمان، حلاوه المولد واكلها بكتره خصوصا الاطفال بتسبب عندهم موضوع ان هم يبقوا مهيبرين اكتر، بتدي نشاط وطاقه اكتر، فتلاقوهم بقى ايه، ودي بتبقى بالظبط مش بنعرف نسيطر عليهم، ودي بتبقى بالنسبه لنا كارثه. فبلاش عامه اكل حلويات كتير، وخاصه حلاوه المولد يعني نديها لهم كده بالمعقول ويتناولوها بعد الاكل، يعني ياكلوا الوجبه الرئيسيه بتاعتهم الاول اللي فيها البروتين والفيتامينات وكل المكونات اللي بتساعدهم على النمو، وبعد كده نديهم حاجه بسيطه من حلاوه المولد. كمان الناس اللي عندها نحافة اللي بتبقى عايزة يعني تتخن، ما ينفعش برضو ان هم ياكلوا حلاوة المولد قبل الاكل، انها هتسد الشهية ومش هتعمل معاهم نتيجة. عايزين بقى نتيجة احسن يبقى ياكلوها بعد الغداء او بعد الوجبة بساعة او ساعتين، دي هتديهم بقى طبعا اللي عايزين يخسوا، مفيش الكلام ده خالص. عندنا كمان بيفضل شرب المشروبات الدافية بكترة علشان تساعد برضو على ان احنا نتخلص من السكريات الكتير، مع اكل الخضار برضو والالياف اللي موجودة في الخضار بتسهل الهضم وبتسهل عملية الاخراج. تمام. فدي كانت بعض النصايح كده علشان اكل حلاوة المولد. واحنا ايه الاخبار؟ احنا قربنا خلاص. تمام. بدأ العسل يشد كده ونقول ايه، يدخل على مرحلة بقى ايه، ان هو يتسبك ويبتدي يتكرمل، بدايات الكرملة، صح؟ طيب ومعانا مي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مي؟ ازيك يا شيخ فاطمة؟ الحمد لله الحمد لله، يروح قلبي. اخبارك؟ تسلم ايدك اللي حضرتك بتعملي. تسلمي يا روحي، تسلمي. انا بلاش تشاهديني يا شيخ فاطمه، معلش انا عارفه ان انا تعبانه وعندي السرطان في الرئه. مليون سلامه. وعندي ثلاث اولاد. الله يعافيك يا رب. بس احلفك بالله يعني يا شيخ فاطمه ساعديني، بس منيش الله يخليكي، ولا انا بلاش تشاهديني البوم رهيب. ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب ويبارك لك في عمرك وصحتك. بصي سيبي رقمك وربنا المستعان ان شاء الله. نورتيني يا روح قلبي، ربنا يشفي ويعافي يا رب. هيا شف، ايه الاخبار؟ خلاص قربنا. تمام قربنا. انا اعرف وانا في البيت اعرف ازاي ان احنا قربنا، واعرف ازاي ان ده الوقت المناسب ان انا اشيل من على النار العسل. اول حاجه الريحه بتاعته، تلاقي ريحته اتغيرت جامد. تاني حاجه هتلاقيه تقيل اكتر من المشكله بكتير. ماشي. تبتدي بقى ترفعها من على النار. اهم حاجه لازم تفضلي تقلبي فيها كتير عشان ما تاخدش اللون الغامق قوي. تمام. بما انه عسل وما كانش عليه اي اضافات، اي اضافات خالص، فايدينا فيه عشان ما يلسعش معانا ويبتدي بالزبط. ياخد طعم ولون متغير. فانا من ساعه ما انا وقفت مع الشيف وهو بيعملها هو ما شالش ايده من التقليب، بيقلب بشكل مستمر. تمام. نشيل ده بقى عشان نروق دنيتنا كده ونبتدي نشتغل. انا هطلع المكسرات بقى خلاص، طلعت منها الرطوبة، ابتدت المكسرات بتاعتنا تسخن والدنيا تمام. طعمها كمان بيبقى احلى كتير كتير ما تستخدميها كده على طول. هنا معانا شرط اساسي ان هي تكون سخنت. تمام. ولازم تكون متحمصة.
الوقت اللي قعدته في الفرن ده، حتى لو هي كانت متحمصه وقعدت شويه فرطبت كده، الترطيبه دي بتروح منها وبتخلي المكسرات معانا مقرمشه اكتر وطعمها لذيذ جدا، وهتسهل علينا كمان لما تنزل هي سخنه على العسل السخن ان هي تتقلب والعسل يغلفها كلها بكل سهوله، ما ينزلش المكسرات على العسل والمكسرات ساقعه فيبتدي اول ما ينزل المكسرات تلاقيها مسكت وما اتغلفتش كويس جدا بالسيرب السخن. فلازم لازم ريحه العسل فعلا فعلا بدات بين. تطلع وتبان جامد. تمام. طيب على ما العسل يبتدي بقى ياخد معانا القوام المطلوب، تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع على طول، اوعى تروحوا في اي حته مستنياكم. رجعنا لكم تاني وخلاص العسل ظبط معانا، هنشيله بقى من على النار بس عشان نوريكم برضو بيبقى عامل ازاي. عامل لنا كده الاختبار. بناخد جزء كده بالمعلقه تمام وننزله في ميه بارده، شايفين القوام بقى متماسك، ده العسل الابيض بدون اي اضافات مسك والدنيا بقت تمام جدا. بصوا هي هتطلع معانا ناشفه اهي، بصوا نشفت ازاي خالص في ايديا، بصوا جمدت خالص ما بقتش طريه حتى، لا ناشفه. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ حضرتك هنضيف هنحط المكسرات. هنحطها هنا كده. كده المكسرات اللي اتحمصت في الفرن وسخنه وبزر الكتان والشوفان. اهي دي بقى لو عملناها للولاد بصراحه هتبقى وصفه هايله جدا جدا ومفيده ليهم جدا جدا جدا. اهم حاجه الصاج اللي حضرتك هتفرشي فيه او هتحطي فيه المكسرات لازم يبقى مدهون لتحتيه ورق السيليكون. يبقى لازم ندهنه يا زيت كويس وبضمير يعني، يا اما ورقه سيليكون مفرش سيليكون. وتعالوا نجيب كده ويكون جاهز معاكي من قبل ما تشتغلي عشان على طول اول ما تقلبي على طول تنزلي في الصاج بتاعك. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده العسل لونه كراميل، قلنا هنا العسل بدون اي اضافات زي الفل. تمام. يعني عايزه اقول لكم ان الوصفه اللي الشيف بيعملها لنا دي قد ايه هي مفيده جدا، هي كلها عباره عن ايه، عسل ابيض ومكسرات، والمكسرات من الحاجات المفيده جدا وفيها نسبه دهون مفيده جدا للجسم وبتقلل بتقلل من الاصابه بالشيخوخه وامراض الشيخوخه، ده غير العسل وفوائده اللي كتير جدا. فهي فعلا وصفه انا شايفاها وصفه جميله جدا جدا. بس هي كده اتقلبت، تبتدي تفرشيها في ورق السيليكون. تمام. بعد ما قلبناهم كويس وتاكدنا كده ان العسل يعني نقول ايه امتزج مع كل المكونات وغلفها كويس جدا، هننزل الكميه كلها تمام ونبتدي نفردها. واجيب لك الزيت يا شيف؟ لا ما هي مش محتاجه، هي ورق السيليكون وخلاص. لا عشان تدهن ال لا مش هتدهن النشابه. طيب زي الفل. الشيف كده بيفردها.
من الامثال الشعبيه المشهوره عن حلاوه المولد وقد ايه حلاوه المولد مفيده جدا عشان المكسرات اللي موجوده فيها. كانوا بيقولوا ايه؟ ان فاتك الضاني كل الحمصاني. يعني انا بصراحه كنت اول مره اسمع المثل ده، بس ده دليل على ان حلاوه المولد ليها فوائد كبيره جدا. ده مما لا شك فيه ان هي فيها فوائد كبيره جدا جدا، خاصه اللي معموله كده بالعسل الابيض. بس برضو ما نكترش. حلو قوي الكلام ده. زي ما انتم شايفين الشيف بيحاول يظبطها بحيث ان احنا لما نيجي نقطعها بعد كده تقطع معانا مكعبات بكل سهوله، تبقى متساويه. بنسيبها تبرد ولا بنقطع على طول؟ لا، هي الافضل تقطع هي وسخنه. وهي دافيه، يعني انا بحب دايما اقطعها وهي دافيه، لا هي سخنه قوي عشان ما تفضلش تطلع معايا في السكينه، ولو هي ساعة قوي لانها لما بتسقع بتبقى رخمه وتقطيعها بيبقى صعب شويتين. تمام، فنخلينا ما بين البنين نخليها دافيه ونروح مقطعينها على طول. احنا هنقطعها بشكل دائري. دائري افضل. ثواني نجيب بقى حاجه كده نقدم فيها. احنا ممكن نطلع فاصل عشان نطلع فاصل ونرجع تاني معانا وصفة تالتة. اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنيكم. رجعنا لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده المكسرات مسكت، بصوا خلاص تماسكت والدنيا زي الفل، وبعسل نحل ولا حطينا اي حاجه تاني. تعالوا بينا بقى نعمل ونقول مع بعض مقادير النوجة. اتفضل يا شيف. فين مقاديرنا؟ فين يا شباب؟ اهي. انا اللي خدتها. تمام. النوجة 250 جرام عسل كلوكوز. تمام. 50 جرام انا اسف معلش 250 جرام عسل ابيض. عسل ابيض 50 جرام عسل كلوكوز. تمام. 30 جرام جيلاتينه. ايوه، جيلاتينه نباتي عشان في ناس ما بتحبش دي حقيقه قصه الحيواني. هي جيلاتينه نباتي. طيب تمام كويس ماشي. نص جرام ملح ليمون. 200 جرام مشمش مجفف. 220 جرام ميه. زي الفل. طيب هنعمل ايه؟ يلا على طول عشان وقتنا. ماشي، هنبتدي نحط العسل. تمام، يبقى مقاديرنا كانت عبارة عن 200 جرام من العسل الأبيض، هنحتاج لهم 50 جرام من عسل الجلوكوز، و100 ملي من المية، 200 جرام احنا فين؟ لا أنا قلت غلط. النوجة. يبقى ربع كيلو عسل أبيض، معلش نقول مقادير مرة تانية، ربع كيلو من العسل الأبيض، 50 جرام من عسل الجلوكوز، و30 جرام من الجيلاتين الباودر النباتي. تمام، عشان في ناس فعلا كتير بيتأذوا جدا من موضوع الجيلاتين، أول ما يعرفوا إن في جيلاتين في الموضوع، فعلا في ناس كتير وأنا على رأسهم بكش من الموضوع، ففي دلوقتي معانا الجيلاتين نباتي، فحطي براحتك مفيش مشكلة. ونص جرام ملح ليمون، نص جرام ده عايره إزاي بالمعلقة؟ ده يعني شعرة. ربع شعره كده على المعلقه، يعني على طرف المعلقه كده. و200 جرام مشمش مجفف، و20 ملي من الميه. انا هروح اجيب لك الميه. خلاص 20 ملي حطيت. خلاص حطيت ميه. زي الفل. كل ده هيتحط على النار. حطينا العسل، حطينا عسل الابيض وعسل الجلوكوز مع الميه على النار. فاضل معانا هنا ملح الليمون والجيلاتين. الجيلاتين هنعمل فيه ايه؟ هنبوشه في ميه. في ميه. ميه من الحنفيه عادي. ميه عاديه جدا. ميه عاديه. تمام، نجيب بقى ميه ونحطه فيه كده. اجيب لك الميه. الميه هناك. زي الفل. ومعانا رحمه. الو. الو يا سيده فاطمه. ازيك؟ عامله ايه يا رحمه؟ تمام الحمد لله. عامله ايه انت؟ الحمد لله في نعمه. انا بحبك وبحب كل وصفاتك الحاجات الحلوه دي. تسلميلي يا روح قلبي، تسلميلي. بحبك قوي انا. ربنا يكرمك يا روحي. ميرسي يا رحمه. انت منين يا رحمه؟ من الاقصر. احسن ناس واطيب ناس، تسلميلي. الله يخليك ويكرمك يا حبيبتي. ويكرمك يا رب ان شاء الله. نورتيني. ليكي اي سؤال يا رحمه؟
نورتيني يا روح قلبي. زي ما انتم شايفين كده الشيف ابتدى يحط ميه علشان يبوش فيها الجيلاتين. والعسل على النار بيتكرمل. هنا بقى مش محتاجين متهيألي ان العسل ياخد لون بقى خالص. لا خالص، هي مجرد الغليان. بس هيغلي لمده دقيقه على النار، بعد كده بنحطه في المضرب. في المضرب الكهرباء. تمام. بعد كده بنضيف عليها ملح الليمون، اهم حاجه ملح الليمون. ايه فايده ملح الليمون هنا؟ ملح الليمون عشان لما تيجي تضرب العسل والسكر والعسل والعسل كلوكوز والميه، لما يجوا يضربوا كتر الضرب فيهم بيخليها حاجه اسمها السكر. سكر اللي هو ايه؟ تلاقيه عمل سكر كده كتير قوي، يرجع تاني يتبلور تاني. فملح الليمون هيمنع الموضوع ده. طب ما ينفعش استبدله مثلا بعصير ليمون؟ ينفع عصير ليمون، ينفع ملح. ملح عادي. ملح عادي. بالظبط. تمام. ومعانا استاذه ثريا. الو. ايوه. يا مساء الفل. الو. ايوه اتفضلي. مشي فاطمه؟ ايوه معاكي اتفضلي. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. زي الفل الحمد لله والله. تسلمين. ربنا يخليك يا رب. انا الحاجه ثريا من الجيزه. اهلا وسهلا. انا بشكرك على كل اللي بتعمليه يا رب. ربنا يكرمك يا رب. ما بين ايديك يا رب. تسلمولي يا رب، ما تحرمش منكم ابدا. انا بقالي يومين هتصل بحضرتك. ده انت تنوريني. عشان عايزه اهني ابن بنتي ادم محمد مصطفى بعيد ميلاده. يا حبيبي كل سنه وهو طيب. التلفزيون عايز يشوفه وبيحب حضرتك قوي. كل سنه وانت طيب يا ادم. عنده كام سنه؟ عنده 10. كل سنه وانت طيب يا حبيبي، وعقبال 110 سنه كده في سعاده وهنا يا رب. يا حبيبي القلب. وهني ابني محمد بمولوده الثاني مروان محمد. ما شاء الله. اللهم بارك. ربنا يبارك لك في حبايبك يا روح قلبي، وتشوفوه احسن الناس ان شاء الله. نورتيني يا مدام ثريا والله. احنا تمام والدنيا تمام. خلاص ابتدى يغلي. هيبتدي يغلي. نبتدي نقطع الفاكهه. تمام اتفضل. اجيب لك البلانشه. ونجيب سكينه. سكينه سكينه. اتفضل يا شيف. الفاكهه برضو ممكن نغير من المشمش لاي نوع فاكهه مجففه تانيه احنا حابينها. يبقى احنا كده بنعمل النوجة، حطينا العسل وحطينا عسل الجلوكوز والمية على النار علشان يغلوا، حطينا مع الجيلاتين النباتي شوية مية عشان نبوشهم فيها، وكمان معانا شعرة من مية من ملح الليمون علشان نحطها على المكونات بتاعتنا. التقطيع تبقى صغيرة. صغيرة. طيب هو الشيف كان عامل لنا نسخه، احنا عايزين برضو نشوف ايه يعني. هي لسه ما لحقتش بصراحه ان هي تتماسك. بتقعد قد ايه عشان تتماسك يا شيف؟ هتقعد في حدود 3 4 ساعات. 3 4 ساعات في ثلاجه ولا من غير ثلاجه؟ لا في ثلاجه. في ثلاجه. تمام علشان تتماسك وتاخد القوام المظبوط. احنا برضو لازم نوريها لهم بعد ما بتبتدي تبرد بيبقى شكلها ايه، حتى لو مش هنقدمها التقديم النهائي. تمام. طيب العسل كده غلي اهو ولا هنسيبه شويه على النار؟ هيا شيف هنسيبه دقيقه تاني. بس هنسيبه دقيقه كمان. تمام. عايزه اقول لكم ريحه المكسرات مع الشوفان وبزر الكتان ريحتهم هايله جدا بعسل النحل بجد. انا حاسه ان هي القطعه من دول يعني فيها فايده رهيبه بجد والله العظيم. نعملها بقى للولاد والاهالينا الكبار كمان، هتبقى الدنيا بالنسبه لهم احسن واخف كتير من الحلاوه التقليديه. خلصنا سقطيه الفاكهه. احنا هنخلص اهو خلاص، بس انا يعني نشوف التكنيك بتاع النوجه بس ونقفل على طول. طيب معانا هنا المضرب. تمام كده يا شيف؟ تمام. طيب يبقى بعد ما العسل يغلي على النار يعني حوالي 5 دقايق تمام علشان يربط معانا شويه، هنعمل ايه؟ هنحطها في المكان هنا. تمام يلا بينا.
هنشغل. نحط ملح الليمون. تمام. وبعد ملح الليمون بنعمل ايه؟ هنحط جيلاتينا. تمام، اتفضل. بنقعد نضرب قد ايه بقى في النوجة؟ نضرب فيها لحد ما تعلى مع حضرتك. تعمل فوم. وتعمل فوم. تمام. يبيض بقى لونها. يبيض. وتبتدي تعمل فوم. بالظبط. تاني يا استاذ حمدي، معلش ما كنتش سامعاك من المضرب. طبعا النوجة زي ما شفتوا التكنيك بتاعها، احنا كده خلاص بس محتاجة تتضرب وقت اكبر، تمام، لغاية ما تعلى معاكي وتبيض وتعمل فوم كده. بعد كده بنصبها على سيليكون، مش كده؟ ممكن نقلب بقى معاها بعد كده المشمش المتقطع او الزبيب زي ما انتوا عايزين. ممكن كمان نحط فستق اللي انتوا عايزينه، نقلبه معاه ونحطها على سيليكون علشان بنفس التكنيك اللي احنا عملنا بيه قبل كده، او صينية مدهونة زيت كويس ونسيبها تبرد. لازم تبرد كويس، يعني احنا لسه الشيف لسه عامل النسخه بصراحه من وقت قريب، عشان كده لسه ما جمدتش تماما. يفضل ان احنا نعملها ونسيبها من قبلها بليله كمان، ده هيبقى احسن ويديكي نتيجه افضل بكتير. النهارده مع الشيف محمد موسى عملنا مع بعض المشكله، وكانت عباره عن جوز هند مع تشكيله كبيره من الفواكه المجففه، ممكن كمان نضيف لها مكسرات. عملنا نقول ايه، ده زي العلف كده، بس اتضاف له النهارده شوفان، واتضاف له كمان بذر كتان، واتعمل بعسل نحل بس من غير اي حاجه. وبجد النتيجه زي ما انتم شايفين روعه، تماسكت خالص والدنيا تمام، مش ملزقه ابدا ولا فيها حاجه. كمان عملنا النوجه وطريقتها سهله وبسيطه جدا جدا، بس زي ما قلنا لازم تتساب تجمد تماما عشان تاخدي نتيجه هايله. دي كانت حلقتنا النهارده، ميرسي يا شيف، نورتنا واسعدتنا. يا رب تكونوا استفدتوا منها. الحلقه دي طلبت مني كتير، ناس كتير عايزين حلاوه تكون الى حد ما معتدله السعرات الحراريه ومش مضره. فالنهارده عملناه وحاولنا نعمل كام صنف كده لطاف جدا وسهلين في العمايل. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ميرسي يا شيف، نورتنا واسعدتنا ونورتوني واسعدتوني دايما بكلامكم الحلو باتصالاتكم. هستنى تطبيقاتكم اللي دايما بتساعدنا على بيج البرنامج العزومه مع فاطمه بوحاتي، والبيج بتاعتي فاطمه بوحاتي بالعربي وبالانجليزي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.